رمضان مبارك. اخ رمضان مبارك. كي دوز سيد نص ديال رمضان؟ والله يتابع خير ولا خير. الحمد لله. الحمد لله. ما ترمضن شي ما والو. والو الحمد لله. ما تضرب شي ما والو. والو الحمد لله. وشي رسالة منك لهادو اللي كيترمضنوا؟ وهادو الله يهديهم والله يشوف من حالهم يا ربي وحنا ما بغيناش هاك الشيء ديال الطايفات وهاك الشيء راه كيقلبوا على بنادم كيقلب على الحبس. اش غنديروا بنظام ضاربه وتخرب يا خويا. وشنو كيعجبك في رمضان؟ ورمضان كيكون فيه الشباكيه التمر الحلوى كتحط الحريره بيصاره كذا وهاك الشيء هو اللي. والحاجه اللي جاتك غاليه في هذا رمضان شناهي؟ وغاليه هي الزيت والسكر واتاي وهاك الشيء راه بزاف هاد الشيء. وهاك الناس راه دعيناهم الله الله ياخذ فيهم الحق. كتقولوا وانت مبتسم هادشي اللي عاجبني فيك. واش نقول لك اخويا؟ من حدك مبتسم قول لنا شنو كيتا. هذا واحد السيد بكل تواضع. بكل تواضع. هذا واحد السيد كان غادي هو لقى واحد 4000 بقى كيضحك. قسم معاك لا. وقسم معايا وبخير. تحياتي. الله يحفظك.